بفوق خافت من الله مستر سماع الانجيل المقدس وصل من بشارة الانجيل لمعلمنا يوحنا التلميذ الطاهر بركاته. سبحوا الرب تسبيحا جديدا لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. هللوا للرب يا كل الأرض، سبحوا وهللوا ورتلوا. باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح له المجد الدائم إلى الآن وإلى الأبد آمين. ولما كانت عشية ذاك اليوم والأحد من السبوت والأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم. ولما قال هذا رأوا يديه وجنبه وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب، فقال لهم أيضا السلام لكم كما أرسلني أبي أرسلكم أنا أيضا. لما قال هذا نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم عليه تمسك. أما توما الإحدى الاثني عشر الذي قال له الدوام فلم يكن هناك معهم حين جاءهم يسوع، فكان التلاميذ يقولون له إننا قد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أرى في يدي أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبي فلا أؤمن. وبعد ثمانة أيام كانوا تلاميذه مجتمعين داخلا وكان توما معهم، فدخل يسوع الأبواب مغلقة ووقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي وهات يديك وضعها في جنبي فلا تكن غير مؤمنا بل آمين. فأجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لما رأيتني آمنت، طوبى للذين لم يروا وآمنوا. وآيات أخرى كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه ولم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة أبدية باسمه. بسم الله والابن الروح القدس الان والمجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ردود امين. كل سنه وحضراتكم طيبين بعيد الايام المجيد، والنهارده كمان عيد سيدي صغير، لان احد توما او الاحد الجديد يعتبر عيد سيدي، فعشان كده احنا بيبقى لي معنى كبير في الكنيسه. والحقيقه السيد المسيح كان ليه هدف من ظهوراته لما قعد على الأرض 40 يوم، وكان بيظهر نوعيات معينة، فمنهم اللي كان يرتبط بهم بحب شديد قوي قوي قوي
في شوق وفي لهفة وفي كسرة قلب وفي يعني قلق زي مريم المجدلية، وفي كمان الناس اللي هم كانوا شكاكين زي توما، وفي كمان الناس اللي هم كانوا يعني يتميزوا بالقداسة ويتميزوا بالتقوى وربنا أظهر ذاته ليهم، والكنيسة بتعتبر أن الست العذراء حاست بظهور خاص لها لم يكتب في الأناجيل من أجل مكانتها في حياة الرب وفي نفس الوقت في حياة الكنيسة. لكن طبعا زي ما انتم شايفين ان ظهورات السيد المسيح كانت مهمة قوي قوي لينا احنا من الناحية الرعوية، من ناحية العناية بينا يعني، وعشان كده كان مهم قوي قوي انه يظهر لشخصيات معينة، وكمان كان يناديها باسمهم يعني يا مريم يناديها باسمها او لتوما باسمه. فمعنى كده ان السيد المسيح لما بيظهر لواحد فينا بيظهر لكل واحد فينا ويناديه باسمه، فدي خدمه فرديه على اعلى مستوى. الموت لم يقلل من الايه من الخدمه ديت او من الرعايه ديت. لكن في ملحوظه مهمه قوي ان في كل مره كان بيظهر فيها السيد المسيح بعد قيامته كان لازم يظهر بالامه، كان يظهر بالامه. يعني السيد المسيح في عشيه احد الايام ظهر للتلاميذ والابواب مغلقه، وبعدين الإنجيل يقول إيه؟ إن هو قال لهم سلام لكم، وبعد كده أراهم يديه وإيه؟ ورجليه، يعني أراه المسامير مكان المسامير في إيديه ورجليه. فيقولوا كده إيه؟ إن التلاميذ إيه؟ ففرح التلاميذ إذ رأوا إيه؟ الرب. يعني معنى كده لو ما كانش أثار المسامير دي موجودة ممكن كان يبقى فيه علامة استفهام أو علامة شك، مش كده؟ وحتى بعد ما يعني فرح التلاميذ ازرار فقال لهم وقال لهم ايضا سلام لكم، قال لهم ايضا ايه سلام لكم. فهنا الالام بتاعت السيد المسيح والقيامه وجهين يعني لشيء واحد، ان مش ممكن تكون في قيامه من غير ايه الام، ومش ممكن ان يكون في تاكيد للقيامه الا ما تكون في اثار للالام. وإحنا كلنا بنمارس الموضوع ده في حياتنا، يعني كلنا بنتألم في أشياء كتير قوي قوي في حياتنا، مواقف كتير قوي في حياتنا، لكن في المواقف دي كلها بعد ما الواحد بيتألم بيها بتيجي القيامة وبرضو الأثار دي تكون موجودة، علامة على إيه؟ على الألام اللي الإنسان مر بيها. فوجود يعني الألام، وجود أثار الألام ده مهم قوي قوي في عملية إيه؟ القيامة. حتى النهارده مع توما، لما توما ما كانش موجود وشك، ف يعني قال له ايه هات اصبعك هنا اهوت في اثر المسامير وهات اصبعك هنا في جنبي عشان ايه تكون مؤمنا. وبعدين السيد المسيح قال توبى للذين امنوا ولم ايه ولم يروا. فهو طوبنا احنا ان احنا امنا باثر المسامير ديت، وفي نفس الوقت ان احنا امنا بالسيد المسيح. لكن الحقيقة إن ألام السيد المسيح بالنسبة لنا نوع من الشفاء الخاص، يعني نوع من الشفاء الخاص. معلمنا بولس الرسول بيتكلم على السيد المسيح بيقول إن اللي حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن خطايانا فنحيا للإيه؟ للبر الذي بجلدته شفيته. فأصبحت إن أثر المسامير دي بتبدل حال الإيه؟ الإنسان. يعني التلاميذ كانوا في حزن، لما شافوا أثار المسامير تحولت لإيه؟ إلى فرح. المسامير التلاميذ كانوا في خوف، لما شافوا السيد المسيح بأثار المسامير وقال لهم سلام لكم حل السلام إيه؟ في قلوبهم. عشان كده في مواقف حياتنا إحنا بنمر بالحاجات ديت نفس الحكاية، لما كل ما أشوف سورة القيامة أبص على أثر إيه؟ المسامير، فتتحول وتتبدل حياتي من حاجة إلى إيه؟ إلى حاجة. نفس الحكاية في توما لما كان عنده شك وعنده قلة إيمان وعنده ضعف في الإيمان، لما بص للمسامير وصدق وآمن وقال ربي إيه وإلهي، اتنزع الشك إيه عنه. عشان كده إحنا في القيامة بنؤمن بيها بإيماننا بلا شك،
وفي نفس الوقت كل ما بنمر بمواقف صعبة في حياتنا بنتذكر الآلام اللي احنا بنمر بيها، مثلا زي آلام الفراق بنتكلم عليها لما أحد أحبائنا بيتنيح، ألم كبير قوي، ألم شديد. لكن في نفس الوقت أبص على المسيح القائم الأموات، طب المسيح إيه؟ مات وقام وأعطانا إيه؟ الحياة الأبدية. فوجود الأمل والرجاء في الحياة الأبدية يبرد قلوبنا، مش كده؟ نفس الحكاية لما الإنسان يمر بفشل، بمر بفشل كتير في حياتي، سواء في دراستي أو في شغلي أو في علاقاتي مع الناس، أو كل ما مر كل مرة بتألم، وكل مرة بقول أنا تعقدت من كذا أو تعبت من كذا. وبعد كده هو الإنسان لما يمر بمرحلة القيامة يتذكر الألام دي، يقول صحيح لسه في أمل وفي رجاء في كل شيء بمر به. حتى في المرض، المرض الإنسان بيمر ساعات بأمراض شديدة، ساعات بتبقى حادة وساعات بتبقى مزمنة، يعني سكون أكيوت والكرونيك فيها ألم. وبعد ما الإنسان يمر بها يتذكر القيامة وشوف القيامة، والقيامة فيها رجاء وفيها شفاء. فالإنسان بيمر بالمراحل ديت ويشعر بيها ويحس إن القيامة ليها دور. عشان كده إحنا النهاردة رؤية الألام ديت مهمة قوي قوي، ومن أكتر حاجة اللي بتعزي الإنسان لما الواحد بيمر بأيام صعبة وضيقات وألام، وممكن يكون الإنسان بيمر بأشد وقت في حياته، ونشوف السيد المسيح وألامه تهون علينا إيه؟ ألمنا. نقول يا رب إحنا نيجي جنبك إيه؟ ده جزء بسيط قوي قوي من اللي أنت مريت بيه. وفي نفس الوقت لما القيامة بتتم من خلال عمل السيد المسيح في حياتنا، إحنا نتذكر ونبص يعني للألام دي كأنها كانت زي نعمة وبركة الإنسان أخذها. عشان كده عمر ما الإنسان هيمارس القيامة إلا لما يمارس الموت الأول، وعمر الإنسان ما هيتمتع بالقيامة إلا لما بيمر بظروف صعبة جدا جدا في حياته. لازم يشترك في ألم السيد المسيح. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لنا وهب لكم أن تأمنوا به فقط، بل أن تتألموا من أجله. فأصبحت إن إحنا شاركة الألام بيننا وبين شخص السيد المسيح دي مهمة قوي قوي، عشان أنا أحس بالقيامة. وكل ما أنا بتألم مع السيد المسيح كل ما بتمجد معاه كمان، يعني بتمجد يعني كلما كسرت ألام المسيح فينا كلما تكسر تعزيتنا أيضا. يعني كل ما الواحد بيشترك في الألام كل ما التعزية بتكون كبيرة. فالنهاردة إحنا كل واحد فينا السيد المسيح بينادي باسمه وبيشوف احتياجاته ويقول له أنا احتياجات بتاعك كده أنا هديها لك. وبهنا بنشوف قد إيه الرعاية اللي السيد المسيح قدمها لنا حتى بعد موته وبعد قيامته ما نساش كل واحد فينا. فالنهاردة إحنا بنشكر ربنا على النعمة دي والبركة ديت، إننا موضع اهتمام ربنا وموضع كل احتياجاتي موجودة قدام ربنا حتى لو أنا ما قلتلوش. بس أكتر حاجة بقى تمتع الإنسان هي التقرب الشديد بيننا وبين ربنا. فوقفنا قدام ربنا، حط كل مشاكلنا قدامه، طلبنا مساعدته، أحسسنا إن هو موجود في حياتنا، أحسسنا إن إحنا بنمر بضيقات شديدة جدا جدا وعارفين وواثقين إن بعد كل الألام والضيقات والموت اللي إحنا بنمر به بعدها قيامة. كلمة درجة بنقولها لقول الواحد مثلا بيقول ده أنا مت خالص، يعني مت من عزم التجربة ومن عزم الشدة. وطالما في موت معناها قيامة. الكنيسة قدمت لنا الموضوع ده في المعمودية، فأصبحت المعمودية عبارة عن موت وقيامة. أصبحنا إحنا كل يوم بنمارس الموت والقيامة، من أجلك نمات كل كل النهار وبعديها قيامة. فعشان كده فكر القيامة ده فكر مهم قوي قوي بينطبع في أذهاننا وفي قلوبنا. فإحنا عندنا كلنا حب ورجاء وشوق وشغف. ونقول يا رب زي ما أظهرت نفسك للتلاميذ والناس اللي حبوك من كل قلوبهم، إحنا كمان بنحبك من كل قلوبنا. اظهر ذاتك وإنت قائم من الأموات، وأنا عيني هتكون مركزة جدا جدا
على أثر المسامير في إيديك وفي رجليك وفي جنبك وفي موضع إكليل الشوك لإلهنا كل مجد وكرم. تعال إلي يا توما المختار لكي تنظرني وتعرفني.